اليوم كيحتضن المجلس المستشاري بشراكه مع برلمان البحر الابيض المتوسط النسخه الثانيه من المنتدى الاقتصادي لدول البحر الابيض المتوسط والخليج العربي، والمواضيع التي تناقش هي مواضيع تهم اولا التكامل الاقتصادي عن طريق رياده الاعمال، عن طريق دعم المقاولات الصغيره والمتوسطه وكيفيه تجارب هذه الدول، وكذلك استعمال الطاقات المتجدده على شاكله النموذج المغربي. اليوم سنناقش كل هذه المواضيع وسنتبادل الخبرات والتجارب سواء بين البرلمانيين في اطار التشريعات البرلمانيه ذات الصله، ولكن ايضا في اطار متخصصين من خبراء والمؤسسات ايضا اقليميه تعمل في كل هذه المجالات. اليوم كذلك تميز الجلسه الافتتاحيه بتتويج وكاله بيت المال القدس بجائزه التميز السنويه التي نحوها برلمان البحر الابيض المتوسط في الجانب المتعلق بالدعم الانسانيه، واعتقد بان ما تقوم به وكاله بيت المال القدس تحت اشراف مباشر لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله يستحق هذه الجائزه ويستحق اكثر من هذه الجائزه، اولا في دعم صمود الفلسطينيين في القدس، ولكن ايضا في دعم الجانب الانساني سواء المتعلق بغزه او مناطق اخرى او مناطق الكوارث في العالم. واعتقد بانه هذا التتويج اليوم هو تتويج وفخر لكل المغاربه، وهو ايضا انصاف حقيقي للدور الذي تقوم به المملكه المغربيه في ارساء الامن والسلم الدوليين. هذه التفاته مقدره من الاتحاد البرلماني للبحر الابيض المتوسط تجاه الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس، وهو تقدير لحضور جلالة الملك شخصية دولية وازنة على أكثر من صعيد وعلى أكثر من مستوى من خلال العمل الدبلوماسي لنصرة القضية الفلسطينية على كل الواجهات، ولكن أيضا من خلال العمل الميداني الاجتماعي الإنساني المنهوس الذي تبذله وكالة بيت المال القدس الشريف لدعم صمود الفلسطينيين في القدس لمواجهة التحديات الخطيرة والكبيرة التي تجتازها المنطقة في الآونات الأخيرة.